ومبروك لينا كلنا طبعا، يعني ماتش بجد حلو جدا. والله انا عايز اقول حاجه ودي مش مجامله، قول احنا اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه بقى كمشجع اهلاوي. يعني بجد احنا ثقتنا ما اتهزتش في الفريق ولا لحظه. والله العظيم انا من الماتش اللي فات ما قابلتش حد غير لما بيقول لي ان الاهلي هيكسب، الحمد لله. سواء جمهور، سواء اعضاء مجلس اداره، سواء لعيبه، سواء مشجعين، كل الناس. فسبحان الله بجد الاهلي فعلا كبير، وكتير بجمهوره، وكتير بثقتنا في لعيبه فعلا. اكيد اكيد يا استاذ محمد، يعني انا لسه كنت بتكلم ان عشاق النادي الاهلي الحقيقيين اللي عارفين قيمه النادي الاهلي الحقيقيين، مش المغرضين والمنتفعين يعني مش عايز اقعد اكتر في الكلام، هم دول اللي كانوا متاكدين الاهلي يعني بيبقى قابل للتحدي وقابل للتحدي في اي مكان وفي اي زمان وفي اي مناسبه. لا خدت انا يعني بجد، انت مفيش فرقه في العالم انت تبقى قاعد خسران 1-0 وانت قاعد لغايه الاخر متاكد ان انت هتكسب وتتاهل دي حقيقه، فين؟ في تونس في وسط كل الجمهور ده. يعني دي حقيقه، سبحان الله بجد، يعني الاهلي زارع فينا حاجات غريبه جدا، اللي هو احنا قاعدين واثقين ان احنا هنكسب وان شاء الله هنخش دور الاربعه وهنكمل في النهائي يا رب وهناخد البطوله. فيعني فعلا الاهلي كبير بكل حاجه. يا رب. يعني اول كلمه قلتها بعد الجون الثاني؟ الحمد لله. والله يعني انا طبعا هي الموضوع خلاص بعد ما الجون الثاني جه، لا احنا حسينا ان الموضوع هيفتح، وكلنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش، كنت بتفرج على ماتش في النادي الاهلي احلى حاجه، اللي قاعدين كانوا متاكدين ان في جون ثالث هيدخل. الله، يعني سبحان الله احنا استغربنا من الكره بتاعت ازارو طبعا ان هي ما جاتش جون، يعني بقينا طماعين، بقينا عايزين الماتش يخلص طبعا بزياده. اكيد الحمد لله، الحمد لله قوي 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 على المكسب، ومكسب جميل ويا رب طبعا الماتش الجاي قريب قوي، كمان اسبوع تقريبا، فان شاء الله ان شاء الله يعني نرجع ونفرح خلاص النهارده، وبكره بقى يرجعوا يستعدوا ان شاء الله عشان الماتش الجاي. ان شاء الله باذن الله ربنا دايما يكلل مجهوداتكم على كل خير، والمجهود اللي بتعملوه ربنا ما بيضيعوش، وان شاء الله النادي الاهلي يتوج بالبطوله زي ما حضرتك بتقول. الف الف مبروك ليك ولكل مجلس الاداره. اتفضل يا كابتن. فالشوط الاولاني النادي الاهلي ابتدى بضغط كويس جدا، يمكن بعضنا كان متوقع ان ممكن يلعب تلتين وياخد الحماس بتاع الترجي. هو ابتدى كويس قوي لمده 10 دقائق وغلطوا، زي ما كلنا برضو قلنا انه عندهم قلبي الدفاع بيغلطوا.